يلا بينا نرجع البيت. خليك وصلني اني رجعك البيت بدري من غير تاخير. روحي مليت من قعدة البيت. هو سجن؟ عملت ايه لك للسجن ده كله؟ ولا اي شيء، دي مجرد فضيحه لخالك وسط الرجاله. فضيحه يا ستي هند، ربنا يديك الصحه. الله يهديك، انا خايفه عليكي. تعالي نرجع البيت. انا كل قد يصحي الكلام انت بخير في شيء كده. الحمد لله. والله لولا الحركات اللي بتعلمها له دي كان زمانه سمع الكلام وراح الكتاب، لكن هو عايز يقلدك. كل الوقت من على المركب. مركب ايه؟ مركب الشيخ ادريس. كنت هسرق مركب الشيخ ادريس. كنت هتسرق مركب الشيخ ادريس؟ كنت همشي فيها في النيل ورجعها تاني. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.